أكد رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري خلال زيارته الصين لحضور قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024، أكد تطلعات تونس لعلاقات أكثر انسيابية ومرونة فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع بكين. التقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بالعاصمة بكين، وأكد الجانبان ضرورة تذليل الصعوبات أمام الشركات الصينية للاستثمار في عدة مشاريع في تونس، لافتا لعمل تونس على توفير أراضٍ ومنح حوافز ضريبية ومالية للشركات الصينية. ستوقع الصين على عدد من خطط التعاون الجديدة بشأن بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك مع الدول الإفريقية في القمة المقبلة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي والتي تعقد في بكين. ، 通过实施一系列小而美民生项目，助力非洲国家消除贫困、增加就业、改善民生，不断增强非洲人民获得感、幸福感。 الرئيس الصيني شي جين بينغ يواصل تحقيق حلم أعلن عنه عام 2013، مبادرة الحزام والطريق، مشروع الصين الاقتصادي الذي يقضي ببناء حزام بري يربطها بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طرق بحرية للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. لا تريد بكين فقط تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الواقعة على حزامها وطريقها، بل أيضاً بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومجمعات صناعية. بعين الريبة تراقب دول كبرى هذا المشروع وتتحدث عن تحديات ستقف في طريق الصين والدول المدرجة في مبادرتها، أولها مرتبط بالحفاظ على السيادة الوطنية للدول المشاركة في المشروع. بكين متهمة بالسيطرة على مشاريع البنى التحتية في البلاد المشاركة من خلال عقود إيجار طويلة الأجل. ومن التحديات نقص الشفافية المرتبطة بالعقود والشروط المالية التي لا تخضع للتدقيق العام سواء في الصين أو الدول المستهدفة من مشروعها. احتمالات الفساد تلاحق كذلك المشروع الصيني، لا سيما في الدول التي يستشري فيها الفساد نفسه. فالتقارير تحدثت أن من ضمن الإجراءات الصينية منح مكافآت لسياسيين ومسؤولين حكوميين. من التحديات التي تواجه الحزام والطريق أيضا الأعباء المالية غير المحتملة التي يسببها الإقراض الصيني المتزايد لبعض الدول، ما يرفع مخاطر العجز عن سداد الديون أو صعوبات في السداد. تنطوي مشروعات الحزام والطريق على اشتراط استخدام الشركات والعمالة الصينية في عمليات الإنشاء والتي لا تنقل خبراتها بالشكل الكافي إلى العمال المحليين، وهذا ما سماه الخبراء انفصالاً عن الاحتياجات الاقتصادية المحلية للدول المستفيدة. لكن تبقى أسوأ الهواجس حاضرة لدى مراقبي البيئة الذين سجلوا آثاراً سلبية واسعة النطاق لمشاريع المبادرة في هذا الصعيد بالذات. فمشاريع الحزام والطريق وفق اتهاماتهم لا تنفذ تقييمات بيئية كافية ولا تهتم بما تخلفه من أضرار. أرحب بضيوفنا من الشارقة الأكاديمي الصيني الدكتور شوا جين شاي أستاذ العلاقات الدولية، ومن تونس دكتور نبيل عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية وأستاذ الاقتصاد زائر في جامعة باريس، أهلا بكما. دكتور شوا جين، كما تابعنا من تصريحات رئيس الحكومة التونسية في زيارته للصين لحضور قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، تحدث وذكر أهمية وتطلعات تونس في سبيل علاقات أكثر انسيابية ومرونة مع الصين فيما يتعلق بتبادل التبادل التجاري والشراكات التجارية. ماذا بالنسبة للصين؟ ما الأهمية الاستراتيجية الأهمية الاستراتيجية لتونس بالنسبة للصين ضمن الشراكات وضمن أيضا مبادرة الحزام والطريق الصينية؟ أهلا، صباح الخير خديجة، شكرا لكم. من الزاوية الصينية أو من المنظور الصيني،
هذه هي الزيارة الثانية رفيعة المستوى من قبل القادة التوانسة في عام واحد، وبعد زيارة الرئيس سعيد في مايو الآن نرى رئيس الوزراء وهو يزور الصين. بالنسبة للصين، ما أهمية تونس؟ تونس مهمة جدا للصين. تعرفين خديجة أن هناك شراكة استراتيجية تم التوقيع عليها في مايو. هذه الشراكة تسير على أحلى ما يرام، كما أن تونس ليست فقط دولة عربية بل دولة إفريقية، كما أن تونس سوق جيد للمنتجات الصينية. المصنعون الصينيون يحبون أن تفتح هذه السوق أمامهم للتجارة، وبالتالي بالرغم من أن تونس جديدة كشريك استراتيجي للصين، إلا أنها مهمة جدا بالنسبة للصين، وترحب الصين بهذه الشراكة وترحب بالقادة التونسيين. ولقد ذكرت أن هذه الزيارة أتت في وقت مهم. دكتور نبيل، هذا بالنسبة للصين، ماذا بالنسبة لتونس؟ كيف يمكن تقييم العلاقات الحالية ما بين تونس والصين، خصوصا في ظل المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، أيضا الفوائد التي جنتها تونس من هذا التعاون المتزايد مع الصين في المجالات الاقتصادية والثقافية والشراكات من بوابة الحزام والطريق وما تبعها أيضا من اتفاقيات؟ أولا وبكل صراحة أريد أن أقول أن هنالك نفاق اقتصادي في هذه العملية، بمعنى وأن اليوم طبعا الدولة الصينية لها توجهاتها واستراتيجياتها وما إلى ذلك، ونحن منفتحون مع جميع الدول، ولهذا بالنسبة للطرف التونسي مواقفنا واضحة. أولا مثلا ناخذ الوضعية الآن بين التبادلات التجارية بين الصين وتونس. اليوم التبادلات التجارية هي بأكثر بكثير في حدود 2.2 بليون دولار بالنسبة لما نستورده من الصين، ولكن منتجاتنا إلى الصين يظل دائما العامل ضعيف جدا. الوضعية الثانية بالنسبة لتونس، عادة شراكاتها الاقتصادية الكلاسيكية والقديمة هي أساسا الدول الأوروبية، ولهذا يكون ميزان تجاري بالنسبة لتونس مع الأوروبيين فائض في صالح التونسيين وليس في صالح مثلا الصين. ولكن الصين في مستوى الاستثمارات لم تدخل تونس، لأن حسب ما نعرفه وأن عديد السفارات الأجنبية الأوروبية كانت ضد دخول الصين للاستثمارات في تونس خاصة في المشاريع الكبرى، وهذا إشكال يجب حسب رأيي الخاص وحسب الرأي التقني، وأن يكون هنالك لكل دولة بما في ذلك تونس. طيب، لو أن الصين بإضافة إلى الحزام وطريق وما إلى ذلك، وأن الصين يجب لكل دولة يكون لها رؤية خاصة في عملية التشارك مع هذه الدولة. ولهذا نعم، باختصار دكتور نبيل، نعم وقتنا ضيق، فقط في دقيقة يعني مع حضرتك ودقيقة مع دكتور شواجين، كيف يمكن لتونس تعزيز موقفها كشريك استراتيجي مع الصين في شمال إفريقيا، وأن تكون بوابة للصين في شمال إفريقيا باختصار لو سمحت؟ نعم دكتور نبيل، لكم السؤال، تفضل. سؤالي بسيط جدا، هو أنه لو نحب أن تكون هنالك شركات فاعلة وناجزة ومطلوبة من بين البلدين، هو أنه في كل علاقة تكون خاصة بين الدولتين، وطبعا إذا كان الصين تحب تستغل كل ما هو المستوى العربي ومستوى الإفريقي، بالنسبة لتونس نحن مفتحون إلى شراكات، ولكن تكون خاصة ومميزة لكل دولة، لأن هنالك عديد مشاكل ومناقصات عمومية وما إلى ذلك. إذن الموضوع يجب أن يتم على مستوى عديد القوانين.
نعم دكتور شواجين، كيف ترى الصين دور تونس في تعزيز العلاقة الصينية بدول شمال إفريقيا؟ هل يمكن أن تكون بوابة للصين في شمال إفريقيا باختصار لو سمحت؟ نعم، الصين تتعامل مع تونس بشكل منصف وعادل على حسب ميثاق الأمم المتحدة. تونس بالنسبة للصين هي وجهة سياحية، هي جميلة ومشهورة بشواطئها والطبيعة الخلابة. أشكركم كثر من السياح. أعتذر على المقاطعة وانتهى وقتنا. نشكركم جزيلا إذن على المداخلة من الشارقة الأكاديمي الصيني الدكتور شواجين شاي أستاذ العلاقات الدولية، ومن تونس الدكتور نبيل عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد في جامعة تونسية وأستاذ اقتصاد زائر في جامعة باريس. شكرا لكم.